انت حتى نغيزن تحس ان يتدين الظهر على حتى انت من اربع سنين غات يدن ابي قبل ربي الزوجي تنوم رداس معني وترداسة بالبركة ونعقب نيشان غوث الدين وما كنتش متوم بينا شعا اقفكي ومي الدار اللوني خدمات اخر مواجنة الاذا عن المملكة المغرب في اربط ونغصح اتواد من صوى التسخ شوية نروق في عدول اذا غنغيزن الظاهرة خاصنا تسيور نهارا ونسات ظاهرة الادمان على المخدرات اذا غنغي وسع الشغله بزاف من المخدرات نغ لا دروغ نغ يجال انواع التسخات نسيو الرقمرقيه ونتقدا سوا الطاس ياس ما تنغ يجان خدمه قبل نمشين وما تنغ مخشون تكنيك ونغي كي نغي راح ندير خو غير وحيد وما تنغ دانيال قابر نورا غين وم ادمشريشون اجا قدي مغاري ونوزي نغي عزني كي نغي جان خو بريد تليفون زين نظار وطويله شاوك تغبيه تصنر وقت باش أنا كشواري الدكتور أوراق عبد الملك جان اختصاصي ذي الأمراض النفسية والعقلية والعصبية وطب الإدمان سابقا ذي المركز من الإدمان جان ذي النظا وثانيا الدكتور ذي سبيطار سابق ردا ذي سبيطار من الأمراض العقلية والنفسية جان قعاروي باش تسلم إلى البرنامج قايت وسجل قاكين غومات نغين تقدا سوا الطاس سي أمزرين الحسين جان بالاستماع وانت المدير من الموقع كابوريونتال ومدير طبعا ورئيس المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان باش هذه تسجل البرنامج وني وفي توفين على الاذاعه وكي غيتبعشا يمكن تياف منقول عن طريق الموقع. اذا الدكتوره قدكينا غنسيور شويه ظاهره الادمان الانواع المخدرات الجان طبعا ظاهره كظاهره تجس وطاس وتوسع توس وطاس نوع الامراض الجان طبعا صرت طبخ منايا الادمان على المخدرات وثانية كظاهرة اجتماعية كظاهرة سلوكية وتتحول تكون ما الوسط العائلي ما الوسط الاجتماعي نمشي خزار غدقة الشباب النغيجية عن والطحن تخصى تقباط ذي منايا طبعا لا دروغ نغ المخدرات نحنيشان دكتور مرحبا بك دكتور أوراق وود مرغ شوية خل وقتها يعدون سوطس مرحبا بك دكتور يعني بارك الله فيك نشكرك اني وارمي ذا نخصر الحمد للبرمجة ما وقت علينا دكتور نسيور نيشان نحغى الظاهرة يجن لا دروغ ذي المخدرات يغانك جات وسع سوطس مدين شان الدراسة مدين شان الإحصائيات غا على مستوى الإقليم من الناظور ذي الجهة النغر جهة الشرقية واخا بالنسبه الظاهره قضيه القران في الشاي الطاس خاصه في الاعوام الاخيره الاحصائيات بالنسبه للاحصائيات على الصعيد الوطني وللنشاء على الصعيد المحلي الصعيد المحلي لا محلي ولا الجهوي ولا الجهوي لا هذا من غادي على الصعيد الوطني بالنسبه للاحصائيات مش واجبه ديفينيتيف يعني تجي شويه المواد المهلوسه خل الاقراص خل الدخان خل الحشيش المهم وفين باللي مثلا دي الكحول دي النيشان اثنين مثلا في المية بالنسبه للتدخين دي النيشان 15% ولكن نجيبوا نتائج نهائيه لحقاش هو اللي بين هو المغربي تمر لقينا الطاس نيودان خاصه ديار باب الدار بيضاء تحس ولكن هو كيبول المغربي دونك النتائج اللي خصنا نعاود التقديم اللي خصنا نعاود انا من كل هذا من غنش على الصعيد المحلي الصعيد المحلي ان النضع تغال زميتا على مار المخدرات تقين زميتا هذا من المخدرات في إزارة قد المخدر الكحول الأقراص المهلوسة وذين الكوكايين بما يسمى بالمخدرات القوية ذين الكوكايين ذين الهيروين وذين الحشيش الكوكايين قناة تشمرك تشمرك هي الكوكايين الحشيش هي التبارك يعني مين يقتحن في وطن ومن يقتحن خلينا نشم في 2008 تقريبا ظاهره هي خاصه ظاهره الهيروين تبع عشان تبان في الشارع على طول زين تبع النظر كان ندير الاحصاء خدمني نخزع وجيب وقع شحال ولكن شحال بنتي سينا فوكي المشكل ديال الهيروين هو خمن يبدا تمزوار ديت اخمن يتكمى ياك
ولكن من بعد ما مشي بدا الشاب حنجاني تاع حنجات، لان نهار هذه اللي تاع حنجات ديني ارياز ديني تمغاط ديني اسره محترمه يمكن يلبس هنايا الظاهره. يعني الاستاذ النغ نخسر ستيور بعد داخل الاسباب يتجانب انا مي تحغم انا يا ما يهرش نفسانيا ميغ يقوش خدين يقوش ما ما يقول الله تبارك وتعالى بمنايا ميغ غاس مرض نفسي ميغ غاس مشاكل وزن ما راه انت واجهني الاسباب بعدا يتجانب انا مي طاح يتفكر زي الشباب زي يحنجاني مزيانان زقيني ينوم غانزي الاسر اسر محترمه ولكن تفد غاسنين ثلاثه ديال الاسره يتقم عليه. نعم واحد بالنسبه للاسباب هني عده عوامل نشين بالطب النفسي وطب الادمان تبدا تخالني ثلاثه نحوايج ثلاثه عوامل تخالن باش الواحد يستعمل ومن بعد يولي يستعمل بصفه منتظمه ومن بعد يتكون غدا درجه الادمان. الاول الوقع هو بنادم بنادم يعني يديري واحد التركيبه جينيه يعني واحد القابليه نوع القابليه انه بنادم ما يستعمل المجان هذا الشيء النوع خاصه في البدايه اذا النوع نار راحه نار النوع الفرحه اذا شجعنا انه وذلك يعاود يعني ثاني تاذي التركيبه الجينيه. ثاني العامل الثاني هو المحيط اللي تعيش بنادم مني مثلا يجي المحيط مستقر ملتزمين وهذه النبو المدني متحفظين حصن اسره حصن يمكن التحرك اني يمكن ادير الخطر باش يستعمل تري ضئيل مثلا قارني تاك ثاني الجن قد كيز المحيط ماني ما راه استعمال نغ المدني الموجوده يا خاص نغ اسره تما تستقر ويفرح وشويه عزيز الدخان يعني تا العمل المحيط. والعامل الثالث هو المدني المدني خاصها تري موجوده يعني مري وين يقول المدني يعني وتستعمل شاع يعني ثلاثه الحوايج خاصها وجود الماده إذن قابلية للإنسان باش المادة هذا يستق شوية التغييرات يجعل أنه أغاث يعقب وثالثا لأن المحيط وش هنا ثلاثة هي الحوايج يستمتع النيق في المغنيت باش الواحد هذا يستعمل سواء خطرة خطرة سواء بانتظام سواء أي مدمن أقل من دنيا زمين زي مرة من غير يجعل أنه بلاد مدمن مرتاح بإذن وسطنا وذلك يجعل انه هذه التاج اقل مدني على اساس ان المدني اقل اللي موجوده ولكن بين تنضع على الحرج بين تنضع بين ثلاثه العوامل لحقاش يجن بنادم واخا بين المدني واخا الوسط عائلي شويه مغير ولكن خمين غير على المدني مالو هذه اللي في القبيليه الانسان يعني مرائي ديال المدني ومن بعد ولات تدي شواتي تعويض تعويض شاع دونك ديني ثلاثه الحوايج التركيبه تبان الجسم اذا من بنادم منين بدات تركيبه النفس غاس قابليه يتفرح مرا يروح غاس مين تحلين ني تفنا راح ماشي كنتي بدات تفنا راح تخمي تقيت لاول مره فوالا هذه اللي تنفع عني ولا اخت راح اللي موجوده ولكن خمي بغا يقيت خاصه في ليل مثلا زحش تقيت مره مزوارو تقاتي النوع الهلوسه النوع المنفاري النوع الوينات وغادي تعقب شاع وغادي تعقب اذا ربعه تقيتنا الراحه اذا تعجيبه صارح ميتا في خمي اه قال لي والماده اللي قد موجوده اذا ما مشي بدا بنادم ما مشي بدا ام الزر بقى الاغلبيه من هنا يتبدا الصحبه الاغلبيه اذا الصحبه يعني بنادم بنادم ديال الداري الصحبه سواء اللي حنا ولا انخزا ويكتبونان ما يتراحل ما يتدفد الطريقه وسبيا بوي الا كنلقى خاطر عزاز نقولي يعني لا 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 ولكن نعم. متابعة نوع المتابعة غالبا ذني الاستعمال الأولي استعمال صحبي استعمال ريكرياتيف القارات ذني خير سنين دي داخل المدرسة داخل المدرسة يا بو دار ديري داخل المدرسة المشكل اللي غنوع انه داخل المدرسة تبدا ذني ظاهرة تحشيش ظاهرة التصفيات للأسف شوية الشباب تنعاس 13 14 عام ذني جخت نغطيح ذني للمدارس الدخول والخروج تقول انه ذني الدوران المدارس تقتديري اذن نوع الحراسه صارمه ولكن الشباب المراهقين خاصه غاسن القبيلين قاسن كوشيا خزان الدنيا نخسر قناه ربما الشيطان بقى توان زامين ديني ولكن ومن بعد بعد المراه يتيري بنادم خمين يتقاسى ويتاحذي يتنحتر قبل دغيا يعرفها باللي قسمو ديني
إذن حتى دي المدارس أنا الرباري صاروا النغ وكتمونات المدرسة واه. يمكن أنا فشان يجني زنو زمانين ميون داصل المدرسة يتقابل صاوة مثلا يجل لبس خاس العائلة أتكلم المدرسة أتقعوا الدور النفس وللأسف أنت في المدرسة يعني نهار المدرسة غفش متراجع دم قران دينا نايا بالمراقبة التدخين بالمراقبة الظواهر خطيرة جدا الشباب النغ بالخصوص مشين دي المناطق النغنغة الحبوب في النيل ديال الكوكايين موجود في وطاس واه ولا ولا توسع وزمين زي خصها المدرسة تقدر سواء أولياء الآباء سواء الطاقم يخدمنا ديني يخسر نيري غالبا الطفيموان مشي نصح انه هذه النيري شان لا سيلول ديكوت يجن المراقبه السيكولوجي يغزي غير نغشن المتعه الاجتماعيه غير تراني غير تسنن مثلا احنا جا مريت غير ما غادي تزوي الصوت مريت غير الصوت ولقين بوسط التصرفات المزيد مزيده نمشي تغا قبل النتائج نقصد هنا هني هاد قلنا قوس الخطر هذا عزون ما لم يكن حاج ما لم يكن مشكل ما وثاني تا غالبا نفتقد الاستاذ دكتور نغر داك دكتور اوراق عبد الملك كان اختصاصي للامراض النفسيه والعقليه والعصبيه وطب الادمان سابقا بدا بالمركز طب الادمان ديال الناظور والمستشفى للامراض العقليه والنفسيه كعارويه نقرش ان شاء الله مبروك المحل الجديد ان شاء الله دكتور ونتمنى يصور في غزات ونتمنى الظاهره يا غتنقص فعلا وغنغشى مساعدات اجتماعيه داخل المدرسه من يواتي جمعيات يخدمن في هذا النطاق لحفظ طبعا الشباب النغطار والنغ الظاهره يا جن توسع توطس الانواع للمخدرات زي غنار تينيت ونعرم دي البرنامج الاسر العائلات الوشونات اذا غتسرن بدا كوتش ما تومينا شعادي البرنامج نوم أرلو من خدمات الجاني الدارك يوم زي استوديو استخر موازنة للإذاعة عن المملكة المغرب زياربة الأنواع دكتور الأنواع واخا خصوصا اني انكس السيجارة الكحول في النقا معروفين يعني القنب الهندي الكنابيس يعني الحشيش الدكتور جارو الشباب بينون الكحول يوجد فرنسا في إطار ما المواد المخدرة المواد المخدرة ومقال المادة المخدرة هي المادة يتبدل طريقة التفكير وطريقة أحاسيس البنادم دونك أي مادة غاتنيري تأثير خرع سواء في العاطفة سواء في الذاكرة سواء في التصرفات هو مادة مخدرة وذين السيجارة ذين الكحول ذين القنب الهندي الكنابيس الحشيش ذيني إذا مني الهيروين هي الكحلة الكوكاين تشمرات وذيني الأقراص المهلوسة ومؤخرا زادت تزبد حتى في النوم قال لك تازي قران تستن مادة مهلوسة قد تقد في الطاس الشباب ليك تازي ليك تازي قد طاس فيها تسن ما شاف تشونا لك تقجن إدمانات وثاني تتمزاني غممشت ماشي تمزت 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 الحبة تمزت تمزت الأقراص تقنت في خمينة الشطار من عرقين خاصة دي الشباب اللي هنا الأطار الصيدلية تنوزات نزات لا تتلقى لا ديكستازي مادة محذورة تسلم اللي فارماسي هو زنوزان الأقراص ذو طابع نفسي قرص في المهدينات ولكن تنقى في الوصفة استعملت مشين لا لا كني استعملت مشين بقانون على اساس انه الانسان يتبع اجن مده قصيره باش تقفع عليا النفس تستايح بلاد وما تنكس ولكن ديني شان بعض استعمل انت على اساس انه اثني خدع يعني كسين كثار دير عدد ينقان الشين وشان مرات تقنت باش تقنك الكوكايين تقنك شان ماده نغير من جي شان قال استعمال مغاير خصني كسينا تجن استعمال مخدر وجبو استعمال دواء اذا مشي نديك الشين إذا دكتور نغ الأنواع مرة خطر اشك تعدود دكتور نغ وتغشك مدير الإدمان دي الناظور سيبر نغ شوية في الحالة النفسية لأن البرنامج يمكن غتنعقب وغنغبر وقت باش نسيور منايا بتوسع نقصد نسيور شوية أنقارب شوية جودانا يوزفن دي منايا نوغ النهارة ونقر تحت بون الله ونعم الوكيل ونيت اذى نتاع ومد نغيزنو زمي منايا يتسبب ديال الاذى المجتمع الاذى الشباب لنا اذا
التعامل نشك المدمنين بالحالة نسان بالقصص نسان كوري جن ما مش بس يوقع واحد كوري جن كوري جن غاتو قصة فلا حال ولكن لأن إن الدكور يعني غات الإدمان ذا القران غالبا في العوامل اللي نعنا يعني هذا اللي غات القبيل يعني هو يستعمل عام تاني المحيط يتري يتساعد مثلا أسرة صار قاع ويجي نوتي تسوي تقول مغني تطوف المشاكل يتف انه شوي غي كشف نهار راحت يتف ذي المخدر غير المشكل خمينة في استعمال بانتظام يتذكر عبد للمخدر كان الادمان هو بنادم يتذكر عبد يعني يتغيما الحياة مصدر غابة شيء اديوي المخدر بأي طريقة هذه سخار قذياشة الرياضة هذه زين نعم 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 نفسي بالطب النفسي نحاول انزع اذا تعطاني المخدرات كمرضى تمام واجهو تماك ما تقنيت النقاق الشفان نغديش مكان او نفس لا مريض يخصص يعني يهرش يخصص المتابعة واجهو تبكي اتخاذ عنه زي حضرهم بعد اي واحد يتقمنايا النظرة العلمية هي نظرة طبية علمية ذا نهرش لا مهروش ولا لا مهروش بكي خمين الدكور إذن مادة دكور تابع غاس دكور تقذ كل شيء باش تساغاتي ريل المداني دكور ذريه رشونية واتملي كذبوخ الإرادة نش يعني شارخ دمني نتحول ما أمكان أنزع تويت ذي الأسباب يعني أسباب عائلية أسباب اجتماعية منش دكتر كيف الجينية النفس ومنش بوهرة نعاون غير ذي ذاني تا إجا إخساء نشي نتقل شي على ذيك القرآن والجمعية ذا الله قناة جمعية تقلت الأضرار المقدرات تد الفرع من الجمعية الوطنية إتيرين طنجة ثاني تا قد شوي سواء بالمدارس بالأحياء نتغبش نحن في الخطورة نستعمل المخدرات غا من ديني يخسخ من الزارة بنادمني يخدمني تشهد في الحلول ولكن يخسوا لابو شوية المجهود الشخصية الإنسانية يستخدم ولا بذكر كي خمني غايب ذا الدواني غايب ذا إيش طريقة العلاج يخلص هذه السن بأنه واجبوا دي بذا نهارا شوفي شنو تديري مليح ولا بدو دي تماشوا ثاني تدرس النقع يعني قد تصني إذا تعقبن كي وستفن هو الراح تخدمني وزمت إلى الراح تخدمني شوية الصبر شوية الإرادة شوية العزيمة شوية الروحانيات دين قايز الملجأ لم قرن بالنسبة للشين وعاوتاني المجتمع خصها ديك الدور خصها يعاون الانسان ما لا تيتاب مثلا يتبين المخدرات يدبونها ثم بعد يسبد ولكن هو من غا يقول في بورخ المزوى يكون العائلة تنزل خاص خلينا قد يعقب العقوبة يمين زين تقحتة الوسط حق العائلة في المعرض ما ممكن دكتور ألقن الاكتئاب النفسي غال المخدرات نبدا متناول المخدرات ونتعاطى لا دروغ المخدرات انه عند سناف نغ بالباستيات نغ الكوكايين نفس يعني نتعتبر يتهرش ولكن ما يعني في اي ظرف يمكن ان يعقل وخاطر غينفى مثلا واحد شوف في البدايه قد ما بنادم مني يمكن يخبر يعزل الوقت قد ما يدير يقصح انه يعقب ولكن غامضي ترشاني تنزارو ديس ترشاني تنزارو يتيري الحاله النفس مازال عاد شويه ضعيف يعني مازال هو يمكن عاد ما يخرب يعني زي ترشاني تنزارو مهم المتابعه مهم المتابعه لا زينه ولازم المجتمع ولازم المجتمع وخصو الدكتور خلي الاكتئاب قال الاكتئاب ذا الثاني المخدرات وذا ذا من غا الاكتئاب والاكتئاب تبغى المخدرات اذا العلاقه زعما العلاقه وسيطه جار الاكتئاب شي نقال بعض الدراسات نزرى بانه زي 50 حتى 70% من حالات قلق من حالات اكتئاب اما المخدرات يجين اما الاكتئاب النائي وين المخدرات دونك فاش دغ خمين تعالج وخصو نتعالج بوها التعاطي المخدر ولكن نتعالج حتى الحاله النفسيه مثلا ما لازمش نتعالج حاله قلق شامل اضطراب الشخصيه يقدروا نتعالج نادي ف
دكتور يتغيما الموضوع ضرب حار ويمغار توطس، ولكن ان شاء الله هذه لقاءات المغني غاس نعقب ورد كنت مثل مينا شعاد السدين ومأرلوني خدمات ونشين الثوار خل إدمان بالمخدرات وربدا ذي الاستماع الأستاذ المغني تقدر توطس تجي عن الناس طبعا القناة الإذاعة عن تمازيغت وبالخصوص البرامج السنين برامج تجديد ولا برنامج أرلوني خدمات ومتنغتي أمدلين الحسين إجان مدير موقع كابوريون تانتي غيرين طبعا دي الحلقة يا دكتور نخسن نخس دي الوقت يقيمن نخسن كش نصائح ليل ليل عائلة إذا نخسن ولا الشباب ولا المدمنين يطرح غمنايا وجارة سجن طريقة تهون واخا يعني تا النصائح ان شاء الله تقريبا ذي البرامج نغنى ثلاثة لي نيفو ياك مجرد ديني الوقاية الأولية يعني ثني يخصو بلادي بغا يستعمل المخدرات مهما كانت المخدرات مهما شي غاتبدا ثني الجانب الأسري يخصو هذه ليرة انت يحظى وهذا سميوش النوع الأطفال النوع الراحة النفسية الراحة العائلية دي الوسط اللي تعيش ثانيا الميدان المدرسي نوعها المحضان زيش الطريقة المخدرة تجهو أرغى يستعمل تغني لا قابون يتكيزو اختأدف النعم باللي بقى ويحري دونك زي منزي نتحاول لهم كنتوا حتى للأساتذة بالموظفين اللي ناخد من الطريقة هي باش السنن من ديني دونك ثانيتا الوقاية الأولية باش يستعمل شاع ثانيا بين الوقاية الثانية هو ما ري يستعمل خدمني انتج من قرات هامين بولارة تجد هامين بولارة راحت هامين غاية تجد نشين ذي تلني خمين ذي المخدر خاوي ذي الطريقة يجي كيف نتم عمل ذي الأدوية خاصة خمين ذي المخدر مغنية نفس التجارة مغنية خدمني كل جن غاية الطريقة نتم عمل ولكن القرات الانتاني تعطيني المخدرات هذه صفة هذه من عقب نفس غاية الإرادة ولكن اختلا بود المحاكمة تدي عاون آخر أسقتي ونشين تقوض غارة ونقار من البرنامج ما ممكن لأن هناك جمعية نغني الدواء من أي طريق الإيمانيات والتقوى والصلاة والتشبث طبعا بالقيم الإسلامية ما ممكن مريض يتعطى هذه الجنفة بدون دواء في الإرادة بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى ممكن ولا ممكن ثاني من ديني منو من ممكن من كثير الإدمان تقريبا واحد وهذه النبوشة حالة نفسية أكيد النبوشة الاكتئاب داخلي وهذه النبوشة اضطراب شخصية وهذه النبوشة انفصام شخصية هي غاية توجبن أنه هذا سيخ الدواء خبني وذا رجيك يعني هذه الإرادة هذه صبع من ديني هو البداية اني نمشو مثلا الهيروين نمشو الكحول كنت انه خملي في الدبنة لم ذني الاعراض انه يتمطار يتقسع الديت يتقسع الجيف ووزن ما يتحرك خلني تدقني بيش اشوي تدو بيش اللي كالما تدقني تمتعين ولكن مرة يصبع قد تدقني قوي نقشع يعني مرة يصبع وذارة دي راح يعني مرة يصبع وذارة دي بعد مرة الأدوية مرة وغاس وشان حالة نفسية يتوجن الدورة الروحانية تيجن حشتم قران ديني نحزم قل جمال جأذام قران بلعين عون بالمين دانا دكتور ريزو قديم غار بالبرنامج كنت متومينة شعاء لوني خدمات ومتنصف ذاك الدكتور أوراق عبد الملك جن اختصاصي بالأمراض النفسية والعقلية والعصبية وطب الإدمان مدير سابق من المركز طب الإدمان بالنابور ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية جن بعروي انت قدش كسوطاس طبعا اني وكينا تبعنا مرقية يمكن اتفن من نقول على الكب الأغيون طالك ومدنغ حسين أنزريني جن مدير المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بالمدير من الموقع الإلكتروني كاب أغيون طال وشمتهم من شعات قرأوا في وشتا المواقع الإلكترونية متابعة والتواصل نزعك مغاربة العالم عافاكم صحيح وتقدر تكنيكو النغ أبغشون دو مثل دريال نزلت الميكروفون لبدا وشمتهم من شعات أرسينا النغنية من الدار إن شاء الله